طب هناك أمر مثير أيضاً أستاذ نبيل، يعني في خضم حديثك نريد أن نتذكره. قبل يومين بالتحديد هناك صحفي مصري إعلامي رياضي متعلق بكرة القدم، مشغول بكرة القدم، يدعى باسم محمد شبانة وهو معروف للغاية. الاحتلال الإسرائيلي أو الجيش الإسرائيلي قام بنشر بيان له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم قد تمكنوا من قتل شخصية قيادية داخل كتائب القسام تدعى باسم محمد شبانة في مدينة رفح، ونشروا صورة هذا الإعلامي الرياضي الشهير في مصر، ما جعل البعض يتهكم عليهم ويقولون بأنهم يعني يروجون أكاذيب وأضاليل، والبعض الآخر يرى بأنه يحمل تهديدا واضحا لمصر. بماذا تعلق؟ يعني لا أعتقد، يعني أنا مع الرأي الأول وأنهم ينشرون أكاذيب كثيرة. الواقع الحرب الإعلامية لا سيما الحرب الشبكية في الدرجة الأولى أصبحت واسعة النطاق، هناك أجهزة كاملة في الاستخبارات التي ليس لها عمل إلا إطلاق مثل هذه الحملات من أجل الإثارة أكثر منها من أجل شيء آخر، وربما من أجل أيضا إلهاء الناس بموضوع آخر يركضون وراءه ويتحدثون عنه يتفاعلون معه. والأمر الحقيقي الأكبر هو الشيء الذي نراه ليلا نهار عن طريق أيضا وسائل التواصل الاجتماعي وسواها مما يجري على أرض فلسطين بشكل مباشر، وما يجري بشكل يعني يثير الواقع أقصى درجات الألم كما بدأت الحديث هذا اليوم. الواقع يصير أيضا أكبر درجات الألم وأكبر درجات الحزن، فأن ننشغل بأمور أخرى الواقع عبارة عن حملات إعلامية مضللة، أنا يعني بعيد عن ذلك كل البعد. أستاذ نبيل، يعني حضرتك أيضا من كلامك يذكرنا بمجزرة مستشفى المعمداني، رأينا بأنه هناك انتفاضة قوية للغاية من جانب كل شعوب العالم. مع الأسف الشديد مجزرة أمس وكأنه الأمور بدأت تهدأ بعض الشيء بالنسبة لرؤية العالم لهذه المجازر المتكررة التي تحدث الآن في فلسطين. بماذا تعلق؟ يعني هناك عوامل عديدة أخي ما أستطيع الآن أعددها جميعا، أو ممكن نحط عناوين بعض العناوين. يعني أقول مثلا فترة الإجازات تبدأ في الدول الغربية فتذهب الإجازات، لم يعد هناك فرصة من أجل تنظيم أشياء كما كانت تنظم من قبل. هناك الواقع أيضا يعني عدم التفاعل المباشر من جانب تحركات مباشرة في منطقة العربية، يعني عندما يخرج الطلبة في مظاهرات ويخرجون في الاعتصامات في كل مكان ولا يكون هناك تحرك إلا جزئي مثلا في الأردن أو في بعض يعني بعض الجهات الأخرى التي قامت مظاهرات محدودة الأثر محدودة الحجم. فالواقع في النهاية يمكن هؤلاء بشر، يعني يتلاشى مفعول التضامن فتتلاشى الأعمال الفعلية، وهذا حدث من قبل، يعني حدث مع قضية احتلال العراق، حدث مع انتفاضة الأقصى عام 2000، يعني يحدث مرة بعد مرة بأن الشعوب تتحرك بشكل فعلي بمظاهرات جماهيرية احتجاجات كبرى عمليات اعتصام تحت طائلة التهديد بالفصل عن الدراسة إلى آخره. رغم ذلك الواقع لم نجد تحركا مشابها على مستوى الشعوب، فتهمت حركتهم تدريجيا إلى الدرجة التي ذكرت أنه يحدث مثل هذه المذبحة مجددا. مع ذلك يمكن أن نقول بأنه لم تهدأ تماما، يعني لا يزال هناك بعض الأشياء التي تتحرك، وأظن أنه لو تحركت مظاهرات في مظاهرات أو اعتصامات جامعية في 4 أو 5 بلدان من البلدان العربية والإسلامية يمكن أن يعني أن تنتعش حركة المظاهرات والاحتجاجات الغربية من جديد.